يعني زوجة الشهيد عبد العزيز. يعني ما كفاية انهم قتلوا في غمضة عين، فوق هذا التقرير مو راضين يغيرونه. ما كفاية حرموا أولادي، أهله، أمه، أبوه. أني أطالب الحكومة أن تسلم الجثة إلينا وتعطينا التقرير. إحنا ما إحنا راحين نتنازل عن هذا الشيء، هذا من حقنا، من حقي، من حق. لا يزال جثمان الشهيد الشاب عبد العزيز العبار رهن الاعتقال بسبب مماطلة السلطات في الاعتراف في شهادة الوفاة بإصابته بطلق ناري في الرأس رغم مرور أسبوعين على وفاته، فيما تعاني عائلة الشهيد ألم الانتظار لمواراته. وفي هذا السياق لم يتوقف الشارع الثوري عن المطالبة بتحرير جثمان الشهيد والتعبير عن الغضب الشعبي بالتظاهرات وإغلاق الشوارع الرئيسية بالإطارات المشتعلة، فقد شهدت منطقة العكر وإسكان عالي صدامات واشتباكات بين المتظاهرين وقوات النظام التي استهدفتهم بأسلحتها النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع. من جهة أخرى خرجت تظاهرة تضامنية مع المعتقلة ريحان الموسوي والنساء المعتقلات في جزيرة سترة جنوب العاصمة المنامة، وحمل المتظاهرون حاكم البلاد مسؤولية الانتهاكات والأحكام القاسية ضد المعارضين وسفك دماء الشهداء. اللهم فرج عن أمي فقد اشتقت لها، اللهم فرج عن أمي فكم أفتقدها. على صعيد متصل أقام العديد من النشطاء في بلدة السنابس غرب العاصمة المنامة وقفة تضامنية مع المعتقلة نفيسة العصفور بمشاركة شعبية واسعة وعوائل الشهداء والمعتقلين. تأتي هذه الفعاليات الشعبية بعد صدور الحكم بالسجن 5 سنوات بحق العصفور والموسوي بسبب مشاركتهما في فعاليات ثورة 14 من فبراير. عار عليك يا نظام بسجنك النساء، لا لن تركع هذه الحرائر.